مرحبا بكم. الجو حار جدا، هل تود أن تشرب شيئا؟ ماذا تريد أن تشرب؟ اختر نوعين من الفاكهة. موز ومطرة. قم بتقشير الموز. قم بتقطيع الكمثرى. لا تجرح إصبعك. أضف بعض الإضافات للعصير. أضف قطعة ثلج للعصير. أضف ألوانا جميلة للعصير ليصبح شكل النجمة للعصير. العصير كما تشاء. أنت حقا مبدع. المشروبات الباردة حقا لذيذة. أعطي الأرنب يأكل آيس كريم. لا تشرب الكثير من المشروبات الباردة. شكرا لك. مرحبا بكم. أنا عطشان جدا. هل تود أن تشرب شيئا؟ ماذا تريد أن تشرب؟ اختر الشكل الذي تحبه. اضغط باستمرار لملء الكوب. ضع الآيس كريم داخل الثلاجة. المكسرات للآيس كريم. ضع الإضافات التي تحبها. أنت رائع. أعطي القطة يأكل آيس كريم. واو. شكرا لك. تشرب شيئا؟ ماذا تريد أن تشرب؟ أضف اللبن. ضع الفواكه داخل الخلاط. توت، فراولة، توت. حرك يد العصفور. موز، كيوي.
الشوكولاتة. قم بتزيين كوب العصير كما تشاء. أنت حقا مبدع. الآيس كريم حقا لذيذ. أعطي القرد يأكل آيس كريم. لا تسرف في أكل الآيس كريم. شكراً لك.